تركيا تستضيف النسخة 16 من معرض آيدوف الدولي للدفاع في مدينة اسطنبول بمشاركة دول عربية. ووزير الدفاع اليمني يمثل وفد بلادنا في حفل الافتتاح، والدول العربية تشارك بفعالية في المعرض وعلى رأسها دولتي الإمارات والسعودية لاستعراض آخر التطورات التكنولوجية. أهلا بكم. انطلقت فعاليات معرض آيدوف الدولي للدفاع في نسخته 16 بمدينة اسطنبول في الجمهورية التركية، والذي يعد واحدا من أبرز معارض الصناعات الدفاعية حول العالم، حيث يستمر المعرض حتى 28 من يوليو الجاري. يعد المعرض الدولي لتكنولوجيا الدفاع منصة هامة للترويج والتسويق والتعاون في مجال الدفاع والأمن، وينظم المعرض برعاية رئاسة الجمهورية التركية في مركز توياب للمعارض والمؤتمرات بمدينة اسطنبول بمشاركة 1461 شركة من 55 بلدا من بينها دول عربية وخليجية. ويعد المعرض الدولي لصناعة الدفاع بتركيا رابع أكبر معرض دفاع في العالم من حيث عدد العارضين، ويتوقع أن تحقق الدورة هذا العام رقما قياسيا في عدد المشاركين. إلى ذلك، شارك وزير الدفاع اليمني الفريق ركن محسن الداعري في حفل افتتاح معرض الصناعات الدفاعية آيدوفا في مدينة اسطنبول التركية، وتخلل الحفل العديد من الكلمات الترحيبة التي كان أبرزها كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي شكر خلالها جميع الوفود المشاركة والحاضرين. وعقب الحفل طاف الوزير برفقة سفير اليمن لدى تركيا محمد صالح طريقة والملحق العسكري في سفارة بلادنا في عدد من أجنحة المعرض للإطلاع على عدد من المنتجات الدفاعية المتنوعة، كما استمع إلى شرح مفصل من المختصين عن الصناعات الدفاعية المعروضة ودورها. وفي ذات السياق، يشارك الجناح الوطني لدولة الإمارات الذي ينظمه مجلس الإمارات للشركات الدفاعية في معرض آيدوف الدولي لصناعة الدفاع. وحضر فعاليات الحدث وفد رفيع يمثل قطاع الصناعات الدفاعية بدولة الإمارات، ويحتضن الجناح ثمان من أبرز الجهات الحكومية وشركات الإماراتية الوطنية ممثلة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ودائرة التنمية الاقتصادية، إضافة إلى عدد من الشركات الإماراتية الرائدة التي تسعى إلى عرض آخر التطورات الدفاعية التي تشمل المجالات الجوية والبرية المستقلة والتطوير التقني والتنمية الصناعية في مجال الأنظمة والحلول البرية المستقلة. كما تستعرض شركات الإماراتية أحدث المركبات القتالية المدرعة المزودة بأحدث أنظمة الوسائط الصاروخية. كما دشنت المملكة العربية السعودية جناح المملكة المشارك في معرض الصناعات الدفاعية الدولي آيدوفا وسط حضور عدد من كبار المسؤولين والمستثمرين الدوليين في مجال الدفاع والأمن والمهتمين بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية. وأشرفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية على الجناح السعودي الذي ضم 6 شركات تمثلت في الشركة السعودية للصناعات العسكرية والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية والشركة الكيميائية السعودية المحدودة وشركة إنترا للتقنيات الدفاعية وشركة أيراف الصناعية المحدودة.
كما استقبل الجناح محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح السليمان، وذلك للاطلاع على أبرز القدرات العسكرية والتقنيات الدفاعية والأمنية التي تقدمها كبرى الشركات العاملة بالقطاع. اللواء الزبيدي يؤكد أن المعركة مع الإرهاب مصيرية ومستمرة ولا تراجع عنها، ويشدد على الدور المهم للهيئات المساعدة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي. والعاصمة السعودية الرياض تحتضن مباحثات مكثفة لجهود إنهاء الحرب في اليمن. جدد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية نائب مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على أن المعركة مع الإرهاب مصيرية ومستمرة ولا تراجع عنها حتى استئصال شأفة هذه الآفة الدخيلة على المجتمع الجنوبي الوسطي المسالم وترسيخ الأمن والاستقرار في عموم محافظات الجنوب. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع بالقادة العسكريين والأمنيين بمحافظة أبين ضم عدد من القيادات العسكرية الجنوبية. ووقف الاجتماع أمام آخر التطورات الأمنية والعسكرية في أبين وما أنجزته الوحدات العسكرية والأمنية في المحافظة في إطار مهمتها ضمن المرحلة الثانية من عملية سهام الشرق، والمقترحات المقدمة من قبل قادة الوحدات لتحديث الخطة العسكرية لمواكبة التطورات وكذا مواجهة التحديات الماثلة على الأرض والسبل الممكنة لتعزيزها بالإمكانيات المطلوبة لضمان تنفيذها بكل كفاءة واقتدار. وشدد اللواء الزبيدي على أهمية تكثيف الجهود وتعزيز العمل الاستخباراتي ورفع مستوى التنسيق بين جميع الوحدات العسكرية والأمنية، وكذا تفعيل العمل السياسي والتوعوي بين أوساط المجتمع للحفاظ على ما تحقق من مكاسب عسكرية وأمنية. وفي سياق القضية الجنوبية أكد رئيس المجلس الانتقالي اللواء الزبيدي على دور المهم للهيئات المساعدة لهيئة الرئاسة في متابعة ومراقبة مستوى تنفيذ خطط هيئات المجلس ووضع الموجهات العمل والخطط الاستراتيجية العامة. وأشار اللواء الزبيدي خلال ترأسه اجتماع لرؤساء الهيئات المساعدة إلى أن عمل هيئة رئاسة المجلس الانتقالي يرتكز بشكل رئيسي اليوم على عمل الهيئات المساعدة بما تتطلع به من مهام ومسؤوليات كبيرة ودورها الإشرافي، وكذا موقعها كحلقة وصل بين هيئة رئاسة والهيئات المركزية واللجان والمراكز والقطاعات المتخصصة التابعة للمجلس. وفي الاجتماع اطلع الزبيدي على سير العمل في الهيئات مشددا على أهمية الفهم العميق لمهام واختصاصات كل هيئة والهيئات واللجان المماثلة فيها والواقعة تحت إشرافها وفقا للائحة المقرة لتلافي أي تدخلات في المهام التي قد تحدث، إضافة إلى سرعة استكمال البناء التنظيمي لكل هيئة ورفضها بالكادر الأكاديمي المؤهل والمختص لضمان تنفيذ المهام المنوطة بها بكل كفاءة واقتدار. وعلى مسار مجلس القيادة الرئاسي بحث عضو المجلس سلطان العرادة مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاقن مستجدات الأوضاع في البلاد في ظل تعنت الحوثيين. وأكد اللقاء أن ميليشيا الحوثي تستغل الملفات الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية محذرة من خطورة الرذوخ لابتزاز الميليشيات واستثمارها لمعاناة الشعب. كما بحث اللقاء مواقف جادة وحازمة من قبل المجتمع الدولي تجاه تعنت الحوثيين وإصرارهم على زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وتهديد خطوط التجارة العالمية وممرات الملاحة الدولية، بالإضافة إلى مواصلة الأعمال العسكرية وانتهاكاتها الجسيمة بحق المواطنين. ووقف اللقاء أمام أهمية الدور الأمريكي في حشد المواقف الدولية لدعم الحكومة من أجل تجاوز التحديات الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات والأوضاع المعيشية للمواطنين. إلى ذلك التقى عضو مجلس الرئاسة العراد القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى اليمن تشارلز هوبر، وأكد عضو المجلس الرئاسي حرص المجلس على تخفيف المعاناة الإنسانية التي تسببت بها ميليشيات الحوثي الإرهابية والتزامه بخيار السلام العادل وفقا للمرجعيات المتوافق عليها محليا وإقليميا ودوليا، مثمنا مواقف المملكة المتحدة إلى جانب الشعب ودعمها المتواصل لجهود الإصلاحات السياسية والاقتصادية وكذا استمرار تدخلاتها الإنسانية والتنموية ومساندة مساعي استعادة مؤسسات الدولة.
من جانبه أكد القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة حرص بلاده على أمن واستقرار اليمن ومعالجة التحديات السياسية والاقتصادية. وبشأن الجهود الداخلية، طلع عضو المجلس الرئاسي على نشاط وعمل هيئة التشاور والمصالحة في إسناد جهود المجلس الرئاسي من أجل توحيد كل الطاقات والتوجهات تجاه معركة استعادة الدولة وإنهاء التمرد الحوثي. واستعرض اللقاء عمل الهيئة خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية ونتائج لقاءاتها بسفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة والأهداف الخاصة بإنشاء الهيئة وتعزيز الثقة بين كافة المكونات الوطنية. كما أشار اللقاء إلى طبيعة المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد والتي تتطلب من الجميع العمل للتغلب على كافة التحديات وتجاوز التباينات التي تؤثر على الأداء العام وتطيل أمد الحرب. وأكدت رئاسة الهيئة على المضي قدما باتجاه تحقيق الأهداف المنوطة بها وتهيئة الظروف المناسبة لاستكمال استحقاقات المرحلة. وضمن تحركاتها في العاصمة الرياض، عقدت رئاسة هيئة التشاور والمصالحة لقاء مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن السيد غابريلا، وناقش اللقاء مستجدات الأوضاع في البلاد وتداعيات تعنت ميليشيا الحوثي الإرهابية في الرضوخ لعملية السلام. وضمن نشاطها أيضا، التقت رئاسة هيئة التشاور والمصالحة القائم بأعمال السفير الصيني شاو تشينغ، وبحثت الهيئة المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود فرص السلام في ظل المساعي التي تبذلها الصين في المنطقة، مشددة على أهمية أن يطلع الفاعلين الدوليين بدورهم في ملف الأزمة في بلادنا. من جانبه، جدد السفير تشينغ دعم بلاده للمجلس الرئاسي وجهود السلام من خلال عملية سياسية شاملة. نشرتنا الإخبارية متواصلة وفيها أيضا: اللواء بن بوريك يستقبل بالعاصمة عدن المستشار الأمني في الأمم المتحدة. السلطة المحلية بحضرموت تعلن استلام عددا من المرافق بميناء الوديعة البري للمنفذ الجديد. استلام مبدئي لمشروع إعادة تأهيل موقع الإنزال السماكي بالمشروع الرابع بالمكلا. أهلا بكم من جديد. استقبل نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية لواء ركن أحمد سعيد بن بريكة بالعاصمة عدن المستشار الأمني في الأمم المتحدة عمر النشارتي. وفي اللقاء، أشاد اللواء بن بريكة بالدور الإغاثي والإنساني الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة في الجنوب، معربا عن أسفه لحادثة الاغتيال التي استهدفت المسؤول الأممي لبرنامج الأغذية العالمي مؤيد حميدي في منطقة التربة بتعز من قبل عناصر إرهابية مسلحة، مستعرضا الأحداث مجرياتها على الساحة الجنوبية ودور الذي يلعبه المجلس الانتقالي الجنوبي في تطهير وتأمين الجنوب من الجماعات الإرهابية المتطرفة من خلال العمليات العسكرية لاستئصال تلك الجماعات والقضاء عليها. وأكد اللواء بن بريك على المزيد من التنسيق الأمني بين المجلس الانتقالي ومكتب الأمم المتحدة من أجل تأمين وحماية تحركات طواقم الأمم المتحدة العاملة في الجنوب. في المكلا، تسلمت السلطة المحلية بحضرموت عددا من المرافق الحيوية بميناء الوديعة البري المنفذ الجديد في سياق إجراءات متابعة للإشراف الكامل للسلطة المحلية على الميناء.
واستمع محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي من وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد باصريح رئيس اللجنة الخاصة بتقييم ودراسة أوضاع ميناء الوديع البري إلى سير إجراءات استلام المرافق الحيوية بالمنفذ الجديد، حيث تسلمت اللجنة المشكلة من محافظ حضرموت مبنى إدارة الميناء الجديدة مع مباني وحدة الركاب وملحقاتها ومبنى سكن أفراد الأمن ومبنى الجوازات البوابة الشمالية مع غرف الحراسة وموقع تفتيش البضائع وملحقاتها وهنجر المخازن، بالإضافة إلى مبنى الثلاجة المركزية ومبنى مكاتب المواصفات والحجر النباتي ومبنى البوابة الجنوبية وغرفة الحراسة الأمنية للبوابة الجنوبية وموقع الحراسة الأمنية في أركان سور الميناء ومرافق أخرى. قامت الجهة المنفذة لمشروع إعادة تأهيل موقع الإنزال السمكي بالمشروع الرابع بالمكلا بالتسليم الابتدائي للمشروع بحضور وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق. ويأتي المشروع ضمن مشاريع دعم صمود قطاع صيد الأسماك في البلاد للحفاظ على سبل العيش وتعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في التعافي بعد الأزمة بتمويل من وزارة الشؤون الأوروبية والخارجية الفرنسية مركز دعم الأزمات وتنفيذ الوكالة الفرنسية للتعاون الدولي التقني خبراء فرنسا. ناقش مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت أمين بعباد استعدادات إدارتي التربية والتعليم بمديريتي الشحر وغيلبة وزير لاستقبال العام الدراسي الجديد. وفي الاجتماع أشار المدير بعباد إلى أن هذه اللقاءات المحورية تأتي في إطار خطة قيادة المكتب للوقوف على الجاهزية التامة لبدء العام الدراسي الجديد، مؤكدا أن قيادة المكتب تولي اهتماما بالغا بالمديريتين من حيث تقديم أوجه الدعم والمساندة للحفاظ على استقرار العملية التعليمية. وتطرق الاجتماع إلى وضع آليات ومعالجات المجمعات النسائية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم لاستمرارية سير العملية الدراسية فيهما وفقا للمعايير الصادرة من مكتب الوزارة بساحل المحافظة. دشن المدير العام لمديرية مدينة المكلا العميد عبد الله بايع شوتة بمعيد مدير عام الهيئة العامة للأثار والمتاحف بساحل حضرموت رياض باكر موما العمل بمشروع ترميم حصن الغويزي بمدينة المكلا. وخلال النزول الميداني اطلع العميد بيعشوت وباكرمومة على أعمال الترميم للحصن التي تنفذ بتمويل من المعهد الأمريكي لدراسات اليمنية، ويهدف المشروع إلى الحفاظ على المعالم التاريخية والأثرية بمدينة المكلا ومنها حصن الغويزية. نظمت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين فرع حضرموت بالمكلا بالتعاون مع الإدارة الإعلامية بالمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت دورة تدريبية حول طرق تأمين حسابات مواقع التواصل الاجتماعي والمسؤولية القانونية في جرائم النشر. وشملت الدورة التي تستمر على مدى يومين في يومها الأول على أهمية حماية حسابات مواقع التواصل الاجتماعي والطرق التي يتم عن طريقها اختراق الحسابات وكذا التصرف الصحيح عند اختراق أحد الحسابات والدخول إلى الأجهزة. كما تطرقت الدورة التي شارك فيها 30 صحفيا وصحفية إلى التطبيقات العملية في الحماية الرقمية وعرض بعض الخطوات لتأمين حسابات التواصل الاجتماعي من الاختراق. وأكدت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين أن الدورة تهدف إلى تعريف المشاركين بطرق تأمين حساباتهم وكذا المسؤوليات القانونية التي قد يرتكبها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي. نحن في نقابة الصحفيين حرصنا على أن نستهدف الصحفيين والإعلاميين لأهميتهم ولكون يعني لكونهم أكثر الناس يعني عرضة للاختراق والابتزاز الإلكتروني. تعرفوا خلال الدورة على الطرق الصحيحة لتأمين حساباتهم، وأيضا في اليوم الثاني سيتعرفون أيضا على المسؤولية القانونية لجرائم النشر. الدورة اليوم كانت عن طرائق تأمين حسابات السوشيال ميديا. طبعا الدورة كانت موجهة للصحفيين بسبب أهميتها لهم لطبيعة عملهم في المجال وتعرضهم لبعض الإشكاليات اللي تحصل في الجانب الرقمي، وجاءت الدورة لتغطية هذا الاحتياج. طبعا الدورة تطرقنا فيها لثلاث جوانب رئيسية: الجانب الأولي هو أهمية تأمين الحسابات، والجانب الثاني هو طرائق التأمين، وأخيرا تطرقنا إلى التعامل مع التهديدات إذا حصلت وكيف يتجنبها
أو كيف يتعامل معها إذا حصلت هذه التهديدات. تطرقنا في هذه الدورة حول تأمين مواقع التواصل الاجتماعي على حساباتنا، بكون أن الصحفيين أكثر عرضة في انتهاك وهكر في مواقع خاصة بهم، بحكم أن الصحفي يكون عنده معلومات مش حابب أنها تنتشر، فلذلك اليوم يشكرون عليها مجلس تنسيقي بهذه الدورة، كانت مرة شيقة مع الأستاذ عبد الرحيم باوزير، تعرفنا على مواقع وكذلك برامج تمنع الهاكر وكذلك كيف نحمي أنفسنا بحساباتنا في الجوجل بلاي وكذلك فيسبوك. في سيئون تفقدت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت أعمال إعادة التأهيل الجارية في مبنى طوارئ هيئة مستشفى سيئون العامة، واستمعت السلطة بالوادي من مقاولي المشروع عن أبرز أعمال التشطيب التي تم تنفيذها في مبنى الطوارئ بالهيئة، مشيرة إلى أن افتتاح مبنى الطوارئ بعد إعادة تأهيله سيحدث نقلة نوعية في الأداء العام للهيئة، كونه الواجهة الأولى لاستقبال المرضى وتحويلهم فيما بعد إلى الأقسام المختصة، لافتة إلى أن المشروع يأتي في إطار اهتمام السلطة المحلية بالقطاع الصحي وتأسيس بنية تحتية تضمن تقديم خدمات متقدمة لمرتادي هيئة مستشفى سيئون العام. التقى محافظ المهرة محمد علي ياسر بالسلطان عبد الله عيسى آل عفرار رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى بحضور عدد من قيادات المجلس. وخلال اللقاء أكد محافظ المهرة على أهمية التعاون بين جميع المكونات السياسية والقبلية والبعد عن المناكفات والتعصب، خاصة في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد، داعيا إلى تضافر كافة الجهود لخدمة المحافظة. من جانبه جدد آل عفرار وقوف المجلس العام بكافة قواعده لدعم جهود السلطة المحلية بما يمكنها من تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل وتجاوز أي عراقيل بالتعاون مع جميع أبناء المحافظة. في المهرة أيضا ناقشت لجنة وزارة الزراعة والري والثروة السمكية مع إدارة جمرك شحنة سير العمل في المحجر الزراعي وآلية تنفيذ الإجراءات القانونية وضرورة التنسيق بين الجمارك والحجر النباتي والبيطري والأجهزة الأمنية. وطالبت اللجنة ببذل المزيد من تنسيق الجهود لضبط وتنظيم العمل بشأن الواردات الزراعية والحيوانية ومنع دخول المبيدات والأسمدة المهربة والمحرمة دوليا أو أي واردات انتهت فترة صلاحيتها. واستمعت اللجنة الوزارية من نائب مدير منفى شحن إلى شرح عن آلية دخول المنتجات الزراعية والحيوانية والرقابة عليها والمقترحات لتطوير الأداء ومراقبة الأوبئة والأمراض والآفات التي تنتقل عبر الواردات الزراعية والحيوانية. وخرج الاجتماع بجملة من الإجراءات لمعالجة الإشكاليات في ضبط دخول المنتجات الزراعية والحيوانية. اطلع رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي المهندس معين الماسة على سير الأعمال في مشروع صيانة وإعادة تأهيل جسر وادي بنا المعلق في مديرية حبيل جبر في محافظة لحجة. جاء ذلك خلال زيارته التفقدية للمشاريع التي يمولها ويشرف عليها صندوق صيانة الطرق في المحافظة. واستمع الماس من القائمين على المشروع على مستجدات الأعمال وما وصلت إليه نسبة الإنجاز في المشروع التي تجاوزت 60%، كما طلع رئيس مجلس الإدارة على سير تنفيذ الأعمال في مشروع صيانة وإعادة تأهيل الشارع الرئيسي والخلفي لمدينة الحبيلينة. وأوضح مدير المشروع أن الأعمال تسير بوتيرة عالية. إلى ذلك طلع الماس خلال الزيارة على سير الأعمال وعمليات التجهيز لإنشاء طبقة إسفلتية حديثة للخط الحيوي داخل مدينة الحبيلين. ختام النشرة إلى عناوينها. اللواء بن بوريك يستقبل بالعاصمة عدن المستشار الأمني في الأمم المتحدة. السلطة المحلية بحضرموت تعلن استلام عددا من المرافق ببناء الوديعة البري بالمنفذ الجديد. استلام مبدئي لمشروع إعادة تأهيل موقع الإنزال السماكي بالمشروع الرابع بالمكلا. لكم منا أطيب المنى، إلى اللقاء.